السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة في أحوال الناس. اليوم 31 أكتوبر 2021، وموضوع حلقة النهاردة هو أكل الميراث. النهاردة هنفتح ملف وقضية كبيرة جدا جدا من وجهة نظري إنها بتهم جميع الأسر المصرية وجميع العائلات المصرية، وهنشوف موضوع الميراث وهنفهم من شيوخنا ازاي التركة بتتقسم وبتتوزع، وهنشوف القضايا اللي دايما موجودة في المحاكم وهي انتوا عارفين قد ايه هي كتيرة بسبب الميراث والتركة والحاجات دي، وده كله هنفهمه وهنعرفه وهنناقشه وهنفتح هذا الملف بكل جرأة. هنفتح هذا الملف بكل جرأة، وانتوا عارفين ان برنامج أحوال الناس بيجيب القضايا العصرية من داخل البيوت المصرية ومن داخل الأسر المصرية. واسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بضيوفي الكرام، برحب بضيفي الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. أهلا بك يا شيخ أيمن، صباح الخير. أهلا بك أستاذ إبراهيم، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. أهلا بك في أحوال الناس يا شيخ أيمن. كما أرحب أيضا بالداعية الإسلامي الشيخ يوسف الشرنوبي. أهلا بك يا شيخ يوسف، منور. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم، مرحبا بحضرتك ومرحبا بمشاهدينا الكرام. شرفت احوال الناس. انت المشرف، نور الدنيا، ربنا يبارك في عمرك. ربنا يخليك. الله يكرمك استاذ ابراهيم، ربنا يعزك. مشاهدينا في كل مكان، تابعونا، هذه الحلقه مهمه جدا جدا جدا. هنتعرف عن الميراث وهنتوجه سريعا باول سؤال للشيخ ايمن، والسؤال ده يعني انا يعني كان في الحاح كتير قوي مني ان انا اساله في البدايه. هل ظلم الاسلام المراه؟ علشان بس الناس اللي بتنادي بالمساواة بين المرأة والرجل، ده هنعرفه من الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري، وهنعرف إزاي ربنا فضل الرجل عن المرأة. شيخ أيمن، هل ظلم الإسلام فعلا المرأة في موضوع الميراث ده بالذات؟ عشان في ناس كتير قوي اللي بيحسبوهم من النخبة يعني، أو بيتحسبوا على النخبة، يقول لك لا المساواة ما بين الرجل والمرأة، وللذكر مثل حظ الأنثيين. عايزينك بقى تفسرها لنا دي ازاي، وتعرفنا طب ليه ربنا سبحانه وتعالى نزل في قرآنه الكريم والذكر الحكيم للذكر مثل حظ الأنثيين، ونعرف ليه فضل الراجل عن المرأة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وبعد، صلى الله على من علم الدنيا العلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا الهدى. في زمان كثير من الناس عنده من الجهل جهل طبعا، لأن أبدا ما ظلم الإسلام المرأة. أنا عايزك النهاردة يا شيخ أيمن تاخد بالك من كلامك قوي، القضية دي قضية حساسة وقضية كبيرة، فأنا مش عايز كلام اتردد كتير، لا عايزين نعرف وندخل في التفاصيل. يا تقنعني يا تقنع الجمهور يا تقنع نفسك، اتفضل. ان شاء الله كله من كتاب ربنا طبعا وسنة نبينا طبعا. اولا، ما كرمت المرأة في زمان ولا مكان ولا حتى في الأديان كما كرمت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي الإسلام والقرآن صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. والله ما كرمت المرأة ولا شرفت كما كرمت في الإسلام وفي القرآن. الله تبارك وتعالى من قدر المرأة وعظم المرأة أنزل سورة اسمها النساء. النساء، هل في سورة اسمها الرجال؟ يعني إكراما للنساء ربنا سبحانه وتعالى أنزل سورة إكراما للنساء. الله تبارك وتعالى عدل، عدل كل شيء بحكمة. في مواضع كثيرة الناس بتغفل عنها وآيات كثيرة، لكن الإسلام يظلم المرأة؟ المرأة ظلمت قديما في العصور القديمة قبل مجيء الإسلام، كانت المرأة بتهان، المرأة جارية، المرأة تباع في سوق العبيد. قديما إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودة، كان بيدفن الذي يبشر بالأنثى كان بيدفن البنت وهي حية. قديما الإسلام أبدا مكانة المرأة لها مكانة ولا وجاهة
ولا حتى في الميراث. الإسلام جاء ورث المرأة. خلي بالك أستاذ إبراهيم، الناس كلها بتمسك عند الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أيوه دي ما أنت سايب مواضع كثيرة. في مواضع كتير المرأة بتاخد أكثر من الرجل، وفي مواضع بتساويه، وفي مواضع أقل منه، فأنت ليه مسك في الآية دي؟ ما هي دي بقى اللي تخص الحياة يا شيخ أيمن، والميراث والتركة والحاجات دي. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيساوي المرأة بالرجل في العمل مثلا أو في الجهاد أو غيره أو غيره، لكن في الميراث ده بقى هو اللي بيخصنا احنا. ما هي دي حاجات تهم الناس يا شيخ أيمن. المرأة عززها الله تبارك وتعالى وهي صغيرة، وكرمها وهي كبيرة، وصانها وهي زوجة. المرأة بتورث من زوجها ومن والدها ومن أمها ومن أخوها، لها مواضع كثيرة. لو جمعت أكثر هذه المواضع هتجد المرأة بتورث مثل الرجل تماما، وهو الرجل ما مش بيورث برضه من أبوه ومن أمه. أما في حالة إذا كانت صبية ولها إخوة تمام، لها عضد، في الحالة دي المرأة أساسا كرمها الإسلام وجعلها جوهرة مصونة مكنونة. ليه الرجال قوامون على النساء؟ لأن خلي بالك القوامة هنا مش تشريف، ده تكليف. تكليف، تكليف من الله. المرأة صيانتها مطلوبة من مين؟ من الرجل. تمام. هو الله تعالى جعل القوامة للرجل عشان هو اللي ينفق على المرأة، هو اللي يكون بيعولها. المرأة مسؤولة من أخوها، مسؤولة من أبوها، مسؤولة من زوجها، مسؤولة من ابنها. فلما جعل القوام وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين عشان البنت لما تحب تتجهز، مين اللي هيجهزها؟ أخوها طبعا. حلو. هو دلوقتي أنت متزوج وعندك أخت وأنت بترث نفس مستواها، أو لو ما فيش مساواة، لو في مساواة في النقطة دي بالذات. تمام. طب هي معاها مراثها، هي دلوقتي أنت بقى هي خلت شالت من التكليف، بقت مسؤولة عن نفسها، هتخرج بقى تشتغل، هتخرج تصرف على نفسها، هتصرف من مرضها، صح؟ أصبح عليها عبء ثقيل. لكن الإسلام بيقول لا، أنت تخليكي قاعدة ببيتك بكل احترام، بكل صيانة، وبكل مصونة كالجوهرة متشالة كده. مين اللي بينفق عليكي؟ مين اللي بيخرج ويتعب ويكد في العمل عشان يخليكي عايشة؟ الرجل أخوه. يبقى أنت فتح بيت وكمان عندك أخت أو اثنين أو ثلاثة هتجهزهم. طب انت لو معكش بما يكفي هذا، ففي حكم لله تبارك وتعالى في الكون. وآيات الميراث ما فيهاش نقاش لأي عبد مهما إن كان، ولا ولي ولا حتى نبي، لأن الذي أنزل آيات الميراث هو الله. والله ما ظلم الإسلام المرأة. حتى شوف، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. سكت القرآن، الملك سبحانه وتعالى توقف للرجال فقط؟ لا، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. يعني ما قالش للرجال فقط وسكت، لا، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون بيورثوا معاكم. يبقى فين الفرق بين الرجال والنساء؟ الاثنين بيورثوا في الإرث. فابدا ما ظلم الاسلام المرأة. هم نادوا بقى المساواه ما بين الرجل والمراه في اتخاذ القرارات في العمل، وقال لك الرجل بينفق، ما هي الست اخرى بتنفق. يعني ما الست بتشتغل دلوقتي، والمراه وصلت وزيره وقاضيه ومستشاره، واخد بالك؟ فليه ما تكونش زي الرجل؟ يعني يا اخي سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا العلم، قال النساء شقائق الرجال. احنا محتاجين المراه كطبيبه عشان الزوجة اللي بتستحي، أو الزوج اللي بيخاف على زوجته يوديها لمين؟ للطبيب، عشان لما تتكشف أمام المرأة. إحنا محتاجينها معلمة عشان تربي البنات، عشان تعرف تاخد راحتها مع البنات. البنت أو المرأة وهي معلمة بتكون لها أسلوب وطبع خاص غير الرجل. الرجل من طبيعته الغلظة أو الشدة، لكن المعلمة لما تكون أنثى أو امرأة أكيد بتبقى فيه هدوء، فيه سكينة، بتوصل المعلومة بطريقة أسهل وأسرع، حكمة. إحنا محتاجين مرأة ممرضة، لأن المرأة معروفة بحنيتها، بجمال أخلاقها، وده بيساعد
دائما على المريض او المريضه فيكون سبب يعني اللي يوصل للعلاج بسرعه اكبر. فاحنا المراه محتاجينها معانا في المجتمع. ياخد النبي اللي قال النساء شقائق الرجال، لكن في اماكن محتاج الرجل كمناصب كرئيس قائد. المراه طبيعتها حنينه، ليها مواضع معينه في المجتمع، وابدا ما نتخلى عن المراه. الله يفتح عليك، احسنت يا شيخ ايمن، احسنت. شيخ يوسف، في موضوع المراس واحنا فتحنا القضيه دي النهارده وانت حضرتك مشرفنا، في بعض الاباء يا شيخ يوسف يكتب كل التركه وهو عايش للولد ويظلم البنات، بالذات لو كان ولد وحيد، يعني بيبقى خايف عليه بقى. طبعا في الريف المصري يقول لك الولد وحداني، في صعيد مصر يقول لك الولد فرداني. فرداني دي طبعا هيفهموها دلوقتي مني اهل الصعيد اللي بيتفرجوا علينا. يقول لك الولد فرداني، فاكتب له كل حاجه نحصن بيه او يتحصن من غدرات الزمان يعني. فتبص تلاقيه كل فلوسه وكل تركته كتبها للولد وحرم 3-4 بنات. عايزين نقول له ايه ونعرفه برضه الشرع قال ايه في الحته دي يا شيخ يوسف، وهل ربنا فعلا هيحاسبه على الحاجات دي ولا ايه؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الهادي الأمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، بداية أقول إن الذي شرع الميراث هو الله، الله سبحانه وتعالى، والذي قسم الميراث هو الله، فلا يحق لأحد مهما كان أن يخالف شرع العزيز الرحمن. الله أكبر. الله قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فحرمان البنات من الميراث أمر انتشر في كثير من الناس، كتير جدا جدا انتشر بجد يعني. وإحنا من الريف المصري ونعرف عائلات كتير قوي وبنات كتير اتظلمت قوي من الموضوع ده يا شيخ. نعم يا شيخ يوسف. نعم نعم، للأسف انتشر بصورة مذهلة، بدعوة أن مالنا وأرضنا، بدعوة أن مالنا وأرضنا وديارنا كل ذلك لا يأخذه غيرنا، وهذه دعوة باطلة. دعوة باطلة. فأنا أنادي على الآباء الذين حرموا بناتهم من الميراث، أقول لهم بالله عليكم لا تختموا حياتكم بظلم، لا تختموا حياتكم بظلم. الله أكبر. لا تختموا حياتكم بظلم، ولا تكن أيها الوالد سببا في أن تكره الأخت أخاها، لا تكن سببا في أن تكره الأخت أخاها، فقد يكون الوالد سببا في أن تكره الأخت أخاها. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، ستأتي بك ابنتك يوم القيامة، ابنتك لتوقفك بين يدي ربك جل جلاله، توقفك بين يدي ربك جل جلاله لتأخذ حقها بين يدي ربها رغما عنك. لا حول ولا قوة رغما عنك. لا حول ولا قوة إلا رغما عنك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالإنسان اليوم الذي يحرم بناته من الميراث، والله الذي لا إله غيره لا ينفعه صلاة، لا ينفعه صيامه، ولا تنفعه صلاته، والله لا تنفعه صلاته. والدليل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال المصطفى: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته
أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. أنت عارف الفكرة يا شيخ يوسف دلوقتي الشائع، يعني الأب يقول لك ده مالي أنا اللي شقيت وأنا اللي تعبت، أنا فرقه بمزاجي، أدي فلان، أدي الولد ده، ما أديش البنت دي، ده حقي أنا، شقايا وتعبي وعرقي وجهدي. يظن الوالد أنه إن أعطى المال كله للذكور هو بذلك ينفعهم. وأنا أقول لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة. أذكر لك موقفا بالله عليك. تفضل يا مولانا. هل تعلم أن عمر بن عبد العزيز مات ولديه من الأولاد 11 ولدا، ومات وترك من الميراث 18 دينارا. 18 ايه؟ 18 دينار. اشتري له كفن بخمس ايه؟ باقي 13، خمس دنانير تمام. وأربعة اشترى بها قبر. اشتري له ايه؟ قبر. باقي 9، والباقي وزع على ورثته. وزع على ايه؟ على ورثته. 9 دنانير وزعه. الله ينور عليك. وفي المقابل ما تنساش الموقف ده. اتفضل. وفي المقابل مات هشام ابن عبد الملك وترك إحدى زوجاته الأربعة نصيبها 80,000 دينار. إحدى إيه؟ زوجاته الأربع كام؟ 80,000 دينار. ده غير إيه؟ ده مبلغ جامد. خد بالك، غير الأراضي والإيه؟ والقصور. يقول مقاتل: والله الذي لا إله غيره رأيت في يوم واحد ولدا من ولد عمر بن عبد العزيز يحمل 100 فرس في سبيل الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله عمر أكبر. بن عبد العزيز، ولد ابن عمر بن عبد العزيز يحمل 100 فرس في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويقول: رأيت ولدا لهشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك يمد يده للناس ويسأل الناس إلحافا. لا حول ولا قوة. 9 دنانير. نعم. و80,000 دينار. ده ميراث مين؟ ميراث مين؟ واحدة من مراتاته من الأربعة. واحدة بس. عشان هنا هتحقق العدل. الله ينور عليك. وهنا ما تحققش العدل. مش بالفلوس. أصلي بص يا شيخ يوسف، أنا عايز أقول لك على حاجة. اتفضل. اصل محدش هيعرف يعاند ربنا، يعني او محدش هيقدر يعاند ربنا. نعم. فسبحان العلي القدير، تبص تلاقيه يقول لك ايه؟ ده ولد، الورث هيروح في عيله تانية، الارض هتروح للبنت، هياخدها فلان، لا انا عايز الارض تفضل باسمي، الواد حامل اسمي، والكلام الفاضي والكلام الفارغ والكلام اللي يودي جهنم وبئس المصير ده. ده احنا عايزين نفوق الناس يا شيخ يوسف، ده احنا النهارده جايين. نعم. فاتحين الملف وعارضين القضيه دي من احوال الناس. والله انا بيجي لي اتصالات يا شيخ يوسف، يعني تبكي لها العين. الـ 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 البنت متزوجه، ابنها عنده فشل كلوي، خال الولد ده واكل مراس امه، مش لاقيه تاكل وهو متنعم، تروح له تشحت منه اي حاجه ما بيرضاش ده، تقول لي يا استاذ ابراهيم انا برضى نفسي ان انا اطلب من الغريب وما اروحش لاخويا مع انه واكل حقي في فدانين ارض. لا اله الا الله. ده هتقول له ايه ده بقى يا شيخ؟ ظلم بشع، ظلم بشع. وفي الاخر يقول لك انا معلش ملام، ده انا ابويا كتب لي كل حاجه وهو عايش بيع وشراء. اذا اردت ان يدخل ابوك النار فاستمر. والله عايز اقول لك على حاجه، نار ولا جنه هي مش فارقه معاه، هو فارق معاه المال دلوقتي. نعم. تصدقني لو قلت لك ان الولد ده ما بيترحمش على ابوه اصلا؟ لا اله الا الله. لان هو منبته من حرام اهو. مش هو كده بياكل حرام يا شيخ يوسف؟ نعم نعم. هو ده حكمه مش حكم السارق يعني؟ نعم. يعني ده مش حكم السارق، سرق ورث اخته وخده عنوه. نعم. ده حكم السارق ولا لا؟ نعم. ده اللي احنا عايزين نوصل له. نعم يعني. بل اشد من السارق. اشد من السارق. نعم. هو يسرق مين؟ انت بتتكلم كلام خطير يا نعم. شيخ يوسف. نعم. يسرق من؟ يسرق من اخته. يسرق اخته. اخته. فطبعا سرقه من ذوي الارحام اشد واخطر. انت بتسرق مين؟ انت بتسرق اختك. يعني الحساب هنا والعقاب أشد. هيبقى الضعف. نعم. نعم. عشان اخته. نعم. يعني المفروض مسؤوله منه. نعم. يعني المفروض هو يغنيها عن سؤال الناس. طبعا هو ذليلها بقى دلوقتي للاسف. تعمل ايه الست دي؟ يعني انا مش فاهم يعني، والله العظيم بجد. لا امر صعب. صعب جدا والله، امر صعب. ربنا يسترنا يا رب يحفظنا. الواحد لو اتظلم حتى ان واحد جاب سيرته بكلمه وحشه الواحد بيزعل، ما بالك لما حد ياكل ورث اخته وفدانين ارض. الفدان النهارده عامل مثلا هنقول 5 مليون، يعني 10 مليون جنيه، وهي مش لاقيه تاكل. ده حقيقي ومن ارض الواقع ومن داخل الاسر المصريه. قطعت الارحام. قطعت الارحام بسبب الجري وراء المال.
والله العظيم المال ظل زائل وعارية مسترجعة. قلت لي المال وإيه؟ ظل زائل. ظل زائل. ظل زائل. نعم وعارية مسترجعة. فلابد أن يعلم الإنسان أن المال قد يلهي ويضغي وينسي ذكر الله عز وجل. لابد لازم الإنسان يعرف كده ويراعي ربنا سبحانه وتعالى في اللي خلاص ربنا اللي قسم الميراث انت مالك وتقسمه ليه انت. المال الحرام يلهي عن ذكر الله. نعم. اما المال الحلال يعينك على طاعه الله. الله اكبر الله اكبر. ربنا يبارك لك يا شيخ يوسف. انت احسنت فعلا في السؤال ده. الله يبارك. هنتوجه بسؤالنا بقى للشيخ ايمن. شيخ ايمن وانا عارف ان ناس كتير قوي بيلجؤوا لك في الموضوع ده وعائلات كتير بتستشيرك في موضوع الميراث والكلام دوت، وبحكم برضو ان انت مثلا خطيب في المساجد وكده والاعداد كتير عارف وحضرت لك اعداد كتير قوي في موضوع الميراث ده، وتلاقي تقطيع الارحام والزعل والشتيمه والحاجات اللي استغفر الله العظيم يا رب ربنا نهى عنها. تبص تلاقي الولد بيعامل اخته معامله سيئه جدا. انا عايز اغرب قضيه واغرب قصه حضرتها انت يا شيخ ايمن في موضوع الميراث ده لاخ مثلا ظلم اخوه او ظلم اخته او اب ظلم ولاده. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. التراث أي الميراث. شوف ربنا سبحانه وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما، عايز يلم ويجمع. وفي الآخر دنيا فانية زائلة. وخلي بالك كل ما هو أكل الميراث ده ظالم. كل ظالم لازم أن يعجل أو يعجل له العقوبة في الدنيا قبل الاخره. يعني لازم يشوف نتيجه اعماله الظالمه في الدنيا. انت فكرتني انت والشيخ يوسف قصه في سياق الموضوع وبقول للظالم اكل مراث اخته شوف نهايتك هتبقى عامله ازاي. كان اخ لي اخوه واخوات، الوالد مات وهو بحكم الكبير هو المتصرف هو القائد، حجب اخواته البنات عن الميراث. البنات ما عندناش تاخد ميراث. اخت من اخواته، بنت من اخواته طلبت حق من حقها، مال من ميراثها من حقها الشرعي. اخي وحبيبي انا زوجي مريض محتاج اشعه محتاج تحاليل محتاج فحوصات، منين؟ ما ينفعش تاخدي مال تاخد ايه؟ ده حقها. ما هو ده حقها. هو ده اللي هو حد بيمن عليها يا شيخ ايمن. ده حقها. لا مفيش. يا اخويا يا حبيبي ده جوزي ابو عيالي، ابوس ايدك لا ابوس راسك لا تنزل تبوس رجله لا حول ولا قوه الا بالله. اديني ورث. طيب ورث حقي. لا لا مالكيش عندي ورث. قلبه حجر. الناس دي بتفهم ازاي؟ او الناس دي عايشه ازاي؟ او عايشه ليه اصلا يعني؟ خليك معايا. عدت الايام زوج اخته مات. عايز يعمل عمليه معهمش تتحايل عليه حتى بعد ما عملوا استلفت واقترضت عشان تعمل له التحاليل والاشعه. عايز يعمل عمليه خطيره مات بسبب قله المال. مرت الايام طبعا والاخت شايله لاخوها في قلبها. طبعا مرت الايام مهارات يتم اطفالها. طبعا يتم اطفال اخته كان سبب. ولا حول ولا قوه الا بالله. مرت الايام واصيب هذا الرجل بمرض السرطان. والله كان يتقلب على الفراش من شده الالم ويصرخ كلب هائم. لا حول ولا قوه. شفت البقره عزك الله والعياذ بالله. يصرخ من شده الم السرطان كالبقر والعياذ بالله. شو انت عارف تخيل الصوت عامل ازاي؟ والعياذ بالله. وصل الحال عمال بقى يصرف اموال باهظه. مرض انتشر في جسمه. امال ايه؟ قالوا لازم تجمع كل اخواتك وتراضيهم وخصوصا اللي انت ظلمتهم. استحل المظلمه. يجمع اخواته منهم اللي سامح الا واحده مش هتقدر. قالت له لا سامحه الله والله لا في الدنيا ولا في الاخره. والله ما هتقدر. والله ما هتقدر. ايه اللي وصلك لكده؟ دي حقيقه. ايه اللي وصلك بكده؟ اصبت بمرض ليس له علاج. كان في ايدك ان انت ما تظلمش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان
يعجل الله لهما في الدنيا قبل الآخرة. العاقل والدي والبغي أي الظلم. لازما أي واحد ظلم سيذوق ويتجرع مرار الألم والظلم في الدنيا قبل الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. موضوع صعب جدا يا شيخ أيمن. قصص يا أخي يا أخي يا شيخ أيمن، وأنت بتحكي القصة وأنا ما عشتهاش أنا كرهت الراجل بجد. اللي يسيب أخته وزوج أخته كده يموت ويكون هو سبب في موته بجد. في بعض الناس ممكن يقول لك إزاي الأخت قلبها حجر. في حاجة أقولها لك، في مرة برضك بعض الأمهات اتصلت بيا عشان نفس موضوع الورث. يا شيخ أحمد إيدي الليلة يا ماما، خدي حد من أقارب الناس قريبة من أخوك يقعدوا معاه وبالراحة، مش عايز تدور ساحقة وهي في احتياج إليه زي ما قلت، عندها أولاد ومسؤولية وزوجها ظروفه على قده. قالت لي والله بعتنا أقرب الأقارب راح وجلسوا معاه. طب ماما شوف شيخ المنطقة كده يكون حكيم وعاقل، ياخد اتنين تلاتة من أهل الفضل وأهل العلم يروح يذكروا بالله. قالت لي والله عملنا. قلت لها خلاص ارجع الى القضاء. قالت لا لا، الله الجا للقضاء وواقف اخويا بين ايد القاضي سبحان الله، وابني يشوف يشوفني وانا عامل قضيه لاخويا. شوف خدت قلب الاخت في كده في، لكن ما تستغربش لما واحده تقول لاخوها ساعات موته او شايفاه بيتجرع من مرار الالم على الفراش ويقول لها سامحته لهم. لا، لان في حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم لا يرحم. هو دين. احسنت يا شيخ، دين ورد اليه طبعا في 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 وقت ده لسه بقى عذاب الاخره، بقى لسه عذاب الاخره، ده عذاب الدنيا. امين يا رب العالمين، ربنا يهدي المسلمين جميعا يا رب. معنا اتصال الاستاذ محمد من القاهره. اهلا بك يا استاذ محمد، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. استاذ محمد وطي صوت التلفزيون خالص وكلمنا من التليفون يا فندم. اقول لك محمد من سوهاج. استاذ محمد من سوهاج، اهلا بيك واهلا بكل اهل سوهاج. بس علي صوتك من فضلك، صوتك بس يعلى شويه. ماشي. انا كان في قصه كده عايز اقول لك عليها. طب سريعا كده. خالي ده كان خالي وامه اتقتلت، يعني راجل وامه وخالتي. خالك وايه؟ خالي وامي وخالتي. خالك وامك وخالتك، اتفضل. كان يعني عن جدي فدان. في فدان ورث يعني. كان في فدان. جت ستي ما رضيتش تدي، قالت ما ينفعش نسد الاسد. منعت امي ومنعت خالتي من ناخذ حبوبهم. يعني ستك ادت للولد بس ما ادتش لامك وخالتك. خلتهم مضول وبيع وشراء. مضيت له عليه بيع وشراء. بيع وشراء. اقسم لك بالله، اقسم لك بالله، اقسم لك بالله شيخ، اقسم لك بالله خالي الهردمه معاي 100 جيب ويمتلكوا. لا حول ولا قوه الا بالله. شاكرين يا استاذ محمد على مداخلتك. معانا مداخلات ثانيه يا جماعه؟ طب ماشي. الشيخ يوسف بيقول لك والله يعني في فدان ست كتبته لابنها وحرمت البنتين، قال لك والله ما معاد في جيبه. هو ده اللي تخيل في حل. لا لا لا، تخيل بقى، يعني انا مش هقول شماته يعني، اصل ما فيش الموضوع ده، ما فيش الشماته ولا حاجه، بس تخيل احساس الولد ده ابن الست اللي ما ورثتش، احساسه بخاله دلوقتي. يعني لو خاله احتاجه دلوقتي هيتخلى عنه، هيقول له لا. لو احتاج منه اي مساعده ممكن يروح يساعد الغريب ويسيب خاله، اللي هو المفروض يبقى احنا عندنا كده في الفلاحين بنقول الخال والد. نعم. يعني المفروض مكان ابوه. نعم. شيخ يوسف، رساله لكل اخ ظلم اخته وكل ورثها. طب قبل ما نجاوب على السؤال ده هناخد الست ام محمد. اهلا بك يا ست ام محمد، اتفضلي. السلام عليكم يا سيدي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. انا ست زوجي متوفي الله يرحمه، اتفضلي يا فندم. وساب لي ثلاثة، ساب لي أربعة. جوزت واحدة منهم، علمتهم تعليم علي كلهم. جوزت واحدة منهم واثنين أبوهم ما كانش جوزهم. وولد جوزت وبنت بعدها برضو متعلمين تعليم علي وصرفت عليهم وكده. ربنا يبارك لك يا رب، اتفضلي. الحمد لله، ومعايا واحد أخراني لسه في الليسانس السنة دي بعلمه. بسم الله ما شاء الله، اتفضلي. ان شاء الله يا رب كده، مش عارفه بس اقول لحكم اللي انا عملته ده انا ظالمه ولا مش ظالمه.
ايه؟ شوف اللي انا هقول لحضرتك عليه، انا ظلمه ولا مش ظلمه؟ ظلمه انت، ما جبتيش حاجه فيها ظلم خالص يعني. لا انا كده يعني ابني كان له معاش معايا. ابنك ايه؟ الاخر ده الاخراني. حد سامع؟ ابن الاخراني. ابنك كان له معاش؟ اه. المعاش لحد دلوقتي له معاش معايا، لسه ما تمش 26 سنه. سمعت حضرتك؟ معلش هو بس الصوت فيه شوشره شويه يعني، مش واصل قوي. انا ابني اللي ابن معايا الاخراني الاخير. ابن الاخير عنده 26 سنه ما كملش السن لسه. ماله بقى ده؟ انا باخد له معاش معايا. بتصرفي له معاش معاكي؟ اه. تمام. انا جبت يعني جبت له عربيتين، عربيه شغالها وعربيه هيركبها كده يعني. ماشي، ايه الموضوع بقى؟ يعني خش معززاه يعني. ايوه يعني. طب ماشي، انت كويس كده لحد كده كويس، ايه بقى الموضوع أبو يعني؟ ابوه توفى وهو سنه 10 سنين. الايه؟ ابوه توفى وهو سنه 10 سنين، كان يتيم يعني. تمام. فانا يعني اديته اكتر، يعني اديته اكتر من اخواته، دول كانوا متجوزوا وخلفوا. اه. وانا ده اللي معايا يعني بديله اكتر يعني. ايوه يعني انت ميزت الولد الصغير عن الباقي عشان التانيين متجوزين وكده. طب ماشي. هم زعلانين مني، بيقولوا لي انت اللي عماله بتديله كل حاجه وحرمانه ومش حرمانه والحكايه. أيوة. هل انا في حياتي اصرف؟ طب ماشي يا ست محمد، الشيخ يوسف هيرد عليكي حالا يعني. الشيخ يوسف هي بتقول ان هي كان معاها 4 اولاد فزوجتهم، فالولد الاخير بتصرف له معاش فخصصت له جزء كبير قوي من ال، هو ما يعتبرش ورث بقى يعني. لا ده يسمى هبه. يسمى هبه ما فيهاش اي حاجه خالص، طالما يعني هي شايفه ان الشخص ده او الولد ده يحتاج ان هو يميز عن غيره. قد يكون عنده مشكله، هو بيقول لك يتيم وصغير في السن وبتاع. بالظبط كده. يجوز ان الاب او الام في حاله الحياه، وجود الحياه قبل الوفاه، ان هو يميز احد اولاده على حسب رؤيته هو. على حسب رؤيته هو. صح. في شخص مثلا مريض. صح. في شخص معاق. صح. في شخص عنده مشكله. صح. تمام. لا مفيش مشكله ان هو يديله اسمها هبه، ده مفيش اي مشكله، مفيش ظلم اطلاقا، مفيش اي مشكله خالص. معانا الاستاذه نورهان، اتفضلي يا استاذه نورهان. اهلا بيك. اهلا بيك. ممكن تقفلي التلفزيون خالص وكلمينا من التليفون يا فندم لو سمحت؟ طب عودي بينا الاتصال ثاني يا استاذه نورهان. رسالة بقى الشيخ يوسف لكل أخ فعلا ظلم أخته وكل ورثها وتعبها وزلها وحرمها، يعني هنقول له إيه ده بقى يا شيخ يوسف؟ وإحنا شامعين الشيخ أيمن قال قصة يعني تبكي لها العيون يا أخي. تفضل. أقول يا من تأكل ميراث أختك، اعلم أنك تأكل حراما، اعلم أنك تأكل حراما، بل وتطعم أهلك من حرام، وتطعم أولادك من حرام. نعم، بل أقول لك والله لا يستجيب الله دعائك. للدرجة دي يا شيخ يوسف؟ وسأذكر الدليل. آه. لا يستجيب الله دعائك، ولا يقبل الله منك صدقة كمان. نعم. حتى لو تصدق. انظر إلى صعوبة الأمر. انظر الى صعوبة الموضوع. انت بتاكل ميراث اختك، انت بتاكل حرام، مش بس كده، انت بتطعم عيالك واولادك واهلك وزوجتك من حرام. مش بس كده، ربنا مش هيقبل صدقتك ولا يقبل الله دعائك. ادعي لي النهار. ما هو سبب الهم والمشاكل والغم اللي احنا فيه ده كله بسبب ايه؟ صح. بسبب اكل الحرام. يعني كثر الدعاء وقلت الاستجابة يا شيخ. نعم. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله هي دي. إن هي الله دي. طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، اسمع الشاهد. أيوة. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام. هي دي. الله.
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنى يستجاب له؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا من تأكل ميراث أختك اعلم أنك ستعيش طوال حياتك في هم وضيق وضيق وغم وشقاء. يا أخي أنا مش عارف إزاي بيبقى واكل ميراث أخته ويقعد مع أولاده على الطبيعة يقعد يديهم في قيم وأخلاق ودروس عن الصح والغلط والحلال والحرام والأولاد عارفين إن أبوهم واكل ميراث أخته. بل ربما يصلي كل فرد في المسجد. إيه ده بقى؟ بل ربما يعني إزاي ده بقى؟ نعم هذا لا. الدين معاملة. لا حول الدين ولا قوة إلا بالله. الدين مش إن أنا أروح أصلي لا 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 وإن أنا أسجد وأركع وأكون نصاب وغشاش وربا. طب الدين معاملة. الدين عندما انتشر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتشرش بالعلماء والدروس والخطب والقرآن والكلام ده، ده انتشر بالتجار وبأمانتهم وصدقهم. نعم. كانوا يخرجوا من مكة يروحوا للشام. نعم. يبيعوا تجارة فكانوا يظهروا العيب اللي في البضاعة أو يوزنوا الميزان الحلال. جزاك الله خير عشان كده كان أول صفة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعرف أمانته وصدقه. اللهم صل على النبي. كنا نعرف أمانته وصدقه. لم يذكروا صلاته. صح. لا خلاص الصلاة دي صلي زي بص 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 صلي زي ما انت عايز. الله ينور عليك. ما تخرجش يا عم من المسجد. نعم. بس ما تطلعش تأذيني وتأذيني في مالي وورثي وأكلي وتاكل الأكل اليتيم. نعم. وتروح تقول يا رب أنا رب وأنا إله بتعبده أنت علشان تاكل مال اليتيم وتحرم الأيتام وتروح تقول لي أنا رب ده هيسمعك وأنا إله يؤمر بكده. طيب أنت بتؤمن مين؟ طيب اسم حديث النبي. اتفضل صلى الله عليه وسلم. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله عليه النار. الله أكبر الله أكبر. أحسنت يا شيخ يوسف. اسمع كم الحديث. اتفضل. معلش. اتفضل. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله عليه النار. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا. قال النبي وإن كان قضيبا من أراك. يعني وإن كان عودا من سواك. عود من سواك. لكن ده بيقتطع فدان وفدانين وعمارة وعمارتين ومليون. اتفضل يا استاذ ابراهيم. احسن في الله يا شيخ يوسف. احسن بجد. بعد مداخلة استاذ نصر. اهلا بيك يا استاذ نصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. ربنا يبارك في عمركم يا رب ويكرمكم ويديكم الصحة يا رب. ربنا يخليكم يا استاذ يوسف. اتفضل. الله يخليك. انا كان عندي بس شكوى بعد اذن حضرتك كده. ربنا يخليك. يعني انا عاجز برجلي ما اتحركش. اوتار رجلي يعني متهالكه. طب يا استاذ نصر يعني معذره والله الحلقه ديت معموله للمراس فتواصل بس مع الشيخ ايمن المصري. حطوا لنا ارقام الشيخ ايمن المصري وارقام الشيخ يوسف الشرنوبي على الشاشه. بعد الحلقه تواصل معانا ان شاء الله نحاول كده نحل لك مشكلتك ان شاء الله باذن الله. شيخ ايمن، أكل ميراث الأيتام أو أكل ميراث اليتيم، خلي بالك من اللفظ ده. يعني هنحنن قلبه إزاي؟ هنرجعه لربنا إزاي؟ هنقول له ده حرام إزاي وهو قبل على نفسه من البداية إن يأكل إرث اليتيم؟ تفضل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. نارا لأنه بيأكل حرام، بيأكل من ميراث يتيم حرام. شوف الأعجب، صدق وحبيبك قال طبعا هو يأكلون من النار وسيصلون سعيرا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل من نبت من حرام فالنار أولى به. هتغذي نفسك من حرام، أولادك من حرام، زوجتك من حرام، فالنار أولى به. يعني كل من نبت من حرام فالنار أولى به، يعني من أهل النار. حتى أولاده طبعا. لا هو يحاسب عليهم. لكن اذا لما يكبروا ويعرفوا الحلال من الحرام لو قبلوا الوضع يبتدأ طبعا زي ابوهم بالظبط. بقوا مكلفين. طيب هقول لك قصه بسيطه. اتفضل يا ابو ولازم يا اخي
الله تبارك وتعالى عدل. عدل. كل واحد ظلم، كل يتيم اتهان، كل يتيم اتاكل حقه او مراثه. انت لما ترفع قضيتك وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله تبارك وتعالى يقول للمظلوم ولدعوة المظلوم أو يرفعها إلى الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الله أكبر الله نعم. أكبر نعم. واحد ترك ولدين نعم. أخين كان فيهم واحد يعني معاه بعض من العقارات والأموال. الأخ الكبير مات، ترك أخ لي وحيد وكان تارك زوجة وابن غلام لسه صغير عامين أو ثلاثة يعني ابنه لسه صغير يتيم. العم راح للزوجة بيبكي، أخويا حبيبي وابن أخويا اليتيم أنا أفضل واحد أقوم على رعاية اليتيم ده ابن أخويا بالبكاء ده ابنه بالبكاء ده ابن أخويا ابني أنا اللي هقوم على أحواله وعلى ماله. الزوجة زوجة الأخ كانت طيبة، كتبت له عملت له توكيل عشان يتحكم في الايه في المال يتحكم في العقارات او التجاره بتاعت اخوه. باع كل الاملاك، لا حول ولا قوه الا بالله، باع الاشياء والاغراض وخد المال وفين وسافر الى احد الدول الاوروبيه، جمع مال اليتيم كله الورث، ترك الام وابنها ينظرون ويتجولون مع مرار الأيام وهم معهم مال مالهم. راح برا وفتح مشروع وعمل أجنس عربيات لمال مين؟ اليتيم. التجارة بتاعته عمالة تكبر وتزيد لغاية ما بقى أكبر مستورد في الشرق الأوسط. بعد أعوام الراجل ده اللي هو الأكل مال اليتيم تزوج طبعا بامرأة غربية وأنجب من الأولاد خمس، عنده خمس أولاد. بعد عمر سنين قال بقى إيه، أنا هرجع بلدي أستثمر بقى مالك بلدي وأعمل قصر كده كبير يليق بيا وبمكانتي واستقر في بلدي. وبالفعل رجع بلده وبيبني القصر. مين اللي وصل له خبر؟ الطفل اللي كان يتيم بس أصبح شاب في الكلية خلاص 21 سنة، فعرف ان عمه رجع ويستثمر ماله وبيبني قصر. قال اروح استسمحه اكلمه يمكن. راح لعمه، يا عم انا ابن اخوك اللي خدت ماله، انا اللي كنت يتيم واخدت ماله يا عمي احنا ممكن نفتح صفحة جديدة. تخيل، معقولة؟ واديني حقي، اديني نصيبي، اديني ورثي. ويعافى الله عما سلف، انا في الكليه ومحتاج مصاريف وحال صعب. العم قال له ايه يا ابني انت مالكش عندي حاجه بعد الفلوس والاموال دي كلها، اوعى تيجي هنا تاني بعد الفلوس والاموال دي كلها. بيقول له انت مالكش عندي حاجه، الظلم الجحود. فقال له الغلام اذا حسبي الله ونعم الوكيل، افضل دعوه. مش الشاب الراجل خلاص خلص القصر وابتدى بقى يبعت ايه دعوه، يبعت حجز التذاكر عشان يستدعي الزوجه والاولاد. خلاص بقى هيعيشوا ويستقروا في القصر الجديد والاستثمار الجديد. راح عشان يجيبوا مستقبلهم في المطار وهم راجعين انقلبت السياره بقدره المال، لا حول ولا قوه الا بالله. من الحادث الكل مال، العم والزوجة والأولاد، لا حول ولا قوة، الولد اللي هيورث ده مين أصبح الوريث الوحيد؟ الشاب ده ربك سبحانه مال اليتيم. ربنا عايز يوصل له رسالة، شفت مالك نمنهولك صح وجالك وزاد. أضعاف 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 مما تتخيل. لو كان المال ده الولد كان قائم عليه ما كانش هيزوده بالكلام، سبحان الملك. صح، خلي بالك وعسى أن تكرهوا شيئا. الله تبارك وتعالى عدل يقينا. انت بس قول يا رب وارفع قضيتك كده، ارفع القضية من الارض الى السماء وقل حسبي الله ونعم الوكيل، وانظر وتأمل في ابداع القدر في تصفية الحسابات. احنا بس اللي مستعجلين يا شيخ ايمن، فقط احنا بس اللي مستعجلين يعني، عايزين ندعي الصبح نلاقي الظهر، ما ينفعش كده، محدش يعرف يجرب مع ربنا يعني.
معانا استاذه ايه. اهلا بيك يا استاذه ايه. سلامه استاذ ايمن. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يكرمك يا ماما. الله يعزك. لسه بس مره يعني انا كان طلبه لي. الصوت بيقطع يا جماعه، الصوت بيقطع. بقول لك اتصل عن جوزك. لو حضرتك بتتصلي من الموبايل خلي فيه شبكه عندك. طب عودي بينا الاتصال تاني، عودي بينا الاتصال تاني. شيخ يوسف، والنهارده فاتحين قضيه مهمه جدا، واعتقد من وجهه نظر ان هي بتخص جميع العائلات المصريه كلنا. وقعنا في موضوع الورث ده والكلام ده. الاب يقدر يخص ابن من ابنائه بمال او بتركه او بورث ويكتبه دون عن اخواته؟ ولو كان حتى الولد ده هو الكبير يعني، وتعب مع ابوه وشقي مع ابوه كبر المال وتخلى عن التعليم، واخواته اللي مهندس واللي طبيب وهو تخلى عن تعليمه وبداوا الموضوع من الصفر يعني، والموضوع كبر وبعدين عايز يخصص له بقى امواله وتركته ويكتب كل حاجه باسمه، يقول له ده نظير التعب بتاعك او شهادتك او الكلام ده. بسم الله ما شاء الله. سؤال جامد صراحه. بسم الله ما شاء الله. ربنا يديك الصحه يا رب. انا عايز اقول ان الاصل اسمع بقى الكلام ده وركز معايا. براحتك. الاصل في العطاء هو العدل. الاصل في العطاء هو ايه؟ العدل. هو العدل. ليه؟ لأن العدل حب ومودة وألفة واجتماع. العدل حب وألفة ومودة واجتماع. والظلم فراق واختلاف واختلاف وألم ونزاع. ونزاع. تكلم كلام خطير أوي أنت يا شيخ يوسف. كلام كبير. جدا. الأصل في العطاء العدل. العدل. فلا يجوز لوالد أن يخص أحد أبنائه بعطية دون غيره من الأبناء إلا لضرورة. إلا لضرورة. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يبقى الأصل هو إيه؟ العدل. هو العدل. ده الأصل. هو الإيه؟ هو العدل. ولما أعطى البشير ابن سعد أعطى النعمان ابنه عطاء أعلى من عطاء أولاده. وراح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له أنت عندك أولاد؟ قال له آه. قال له اديتهم كلهم زي ما اديت بشير ابنك؟ أيوة. قال له لا. قال له فأنا لا أشهد على جور. ياه. أنا لا أشهد على جور. أنا ما بشهدش على الظلم. روح شوف أي حد يشهد. أنا ما بشهدش على جور. يبقى الأصل هو الإيه؟ هو العدل. لكن في مسألة بقى تركز معايا في المسألة دي. اتفضل. والمسألة دي على فكرة يعني انتشرت كتير جدا. بتلاقي إن الابن الكبير قد يحرم نفسه من أشياء كثيرة بسبب تعليم إخوته. الله أكبر. يعني ممكن يقعد بجوار أبوه ويحرم نفسه من التعليم ما يتعلمش، والتانيين يروحوا ايه يتعلموا، يطلع دكتور ويطلع مهندس. تمام. ممكن الابن التاني يسيب ابوه ويمشي خالص. والتاني ده فرغ نفسه لخدمه مين؟ لخدمه ابوه. في الوقت ده الاب يقدر ان هو يميز ابنه ده عن التانيين. ان هو ايه يميزه. ليه يميزه؟ ده واقف جنبي، واقف في خدمتي وفرغ نفسه ليا. يبقى يميزه ولا ميميزوش؟ يبقى يميزه. خلاص. يبقى يميز الابن اللي هو واقف جنبه وفرغ نفسه لخدمته، والتاني بقى خلاص يبقى بعد كده يقسم الميراث. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك لك يا شيخ. ربنا يديك الصحه ويبارك في عمرك. القعده معاكم طبعا بسرعه كده جميله. بسرعه كده. دائما الوقت الجميل بيعدي. لا اله الا الله. ويعني كلامكم جميل جدا ومؤثر، ويا رب تكون الرساله وصلت يا رب. مشاهدينا في كل مكان من برنامج احوال الناس، كنا فاتحين معاكم قضية وكنا عارضين ملف في موضوع الميراث. يا رب تكون الرسالة وصلت لكل حد دلوقتي ظالم إخواته يرجع مالهم. تأكد كده. الدنيا دلوقتي أنت عايش في دنيا واسع، بعد كده هتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى.
اكلت مال الايتام ليه؟ ظلمت اختك ليه؟ حتى لو كان يعني كوبايه لبن، لو ليها كوبايه لبن عندك اديها لها بجد والله. واحنا عارفين قد ايه الاسر المصريه بتعاني من الحاجات دي. انا في نهايه حلقتي لا يسعني ان اشكر ضيوفي الكرام، بتوجه بالشكر كل الشكر لدعاية الاسلام الشيخ ايمن المصري. كنت معايا يا شيخ ايمن، منورني ومشرفني. الله يكرمك. ومضى الوقت سريعا. الحمد لله. الحمد لله. كما اتوجه بالشكر ايضا كل الشكر لدعاية الاسلام الشيخ يوسف الشرنوبي. كنت معايا يا شيخ يوسف، نورتني. حبيبي يا ابراهيم، شرفتني. مشاهدينا في كل مكان، على امل ان نلقاكم في مثل هذا الموعد في الاحد القادم. انتظرونا ان شاء الله في احوال الناس.